بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وحلقة جديدة برنامج واحد من الناس في رمضان. واحد من الناس في رمضان بينزل شوارع مصر كلها ومحافظاتها وقراها بيدور على الناس الطيبين ويقول لهم كتر ألف خيركم. ندور على العمال الشاطرين المجتهدين والفلاحين اللي بيبنوا ويعمروا في مشاريع مصر في شهر رمضان ونقول لهم تسلم إيديكم. احنا متعودين في كل يوم بنعمل فقرتين. الفقرة الأولانية بنروح نزور مجموعة من العمال في مشروع من المشروعات القومية اللي بتعملها الدولة ونقول لهم كتر خيركم ونحاول ان احنا نساعدهم شوية ونتكلم معهم شوية ونطمن عليهم ونعرف حالاتهم وظروفهم ايه. والفقرة الثانية بنروح لناس طيبين في محافظات اخرى ونشوفهم برضو ونسمع ليهم وربنا يقدرنا وندخل لهم البهجة والسرور لقلوبهم ولبيوتهم. ازيكم يا رجالة؟ اخباركم ان انتوا كويسين؟ صايمين؟ كله تمام يعني؟ ها؟ طب النهارده هنفطر فين؟ لا ما بتضحكش، انتوا امبارح سبتوني ومشيتوا، هنفطر فين النهارده؟ والله انا واصل بالي. انت بتجيب معاك فطارك، الوحيد اللي بيجيب معاه فطار الراجل ده. الوحيد اللي بيجيب معاه فطار الراجل ده. ها؟ عموما الفطار عندي النهارده، ماشي؟ خلاص يلا بينا على بركة الله. بقول لك ايه؟ اطلع بينا في مشروع كده بتاع كهرباء بيتعمل في الجيزة. نبص عليه. هقول لك السكة، امشي على طول. قبل ما نسافر مشروعات كتيرة بتتبني هنا ما شاء الله. كتير يعني. انتوا اخباركم ايه بقى؟ شفتوا ايه في رمضان في المسلسلات؟ حشاشين. حلو حشاشين. صورة حلوة قوي. صورة حلوة، كواليتي حلوة قوي. وشفت ايه تاني؟ وشفت برضو حلو امبراطورية مين برضو. عجبني برضو. فكرته حلوه برضه، بيت الاسره. شفتوا ايه تاني انتوا؟ بابا جهز بيت الرفاعي يا ريس. بيت الرفاعي حلو والله برضه، في دراما جامده برضه. رمضان كريم عليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خليك على طول. بص هتلاقي في الاخر خالص محطه كهرباء، انا اظن فاكر كده. انت شفتها مره انا ماشي. بص شوف الناس شغاله ازاي، يعني جميله، يعني الناس شغاله. فكره الايمان بالعمل دي، انا بشوف ان لازم العامل المصري ده يكرم كل شهر، ولازم نعمل فكره ان في كل مشروع بيتعمل لازم كل شهر نكرم عامل مثالي، نقول عليه ده العامل المثالي، العامل الملتزم، العامل المنضبط. لازم نديهم حقهم الادبي، لان اللي بيبني فعلا مصر هم العمال. صح ولا ايه؟ انا المفروض اتكرم كل يوم. انت تتكرم كل يوم؟ حاضر يا سيدي هنكرمك كل يوم. هو مشروع، ايوه هتلاقيه. ما تاخدش مالك كده، ما شاء الله شايفينه، وده اللي بتكلم فيه ده. يعني احنا في رمضان والناس شغاله والحمد لله، عملنا بخير زي ما احنا شايفين، شغالين بيبنوا بيعمروا. خلونا ننزل نمس عليهم كده ونقول لهم كل سنه طيبين. نزلني هنا لو سمحت. ده مشروع زي ما احنا شايفين، مشروع بناء محطة كهرباء عشان تغطي المفروض الكهرباء بتاعه الاسكان، الشباب اللي بتبني واسكان محدود الدخل. العمال شغالين في عزنا. السلام عليكم، كل سنه طيبين، رمضان كريم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ مهندس احمد ابراهيم. اهلا وسهلا، رمضان كريم. الله يوفقك. انا كنت ماشي وبعدين الحقيقه انا عارف ان في محطه كهرباء بتبني، بس قلت اشوف كده الاخبار ايه. بصراحه فوجئت ان في عمال شغالين. منورين، العمل قائم هنا على طول. طب ما تسمح لي كده نطلع معاكم كده فوق. خليكم، انا جاي لكم فوق. خليكم. السلام عليكم يا رجاله، كل سنه طيبين. السلام عليكم، صباح الفل. اتعرف بيك.
مهندس حسين العجوز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منين؟ انا من هنا، من القاهرة. من القاهرة. العربي حضرتك؟ مهندس فؤاد عادل. منين؟ القاهرة. القاهرة. مهندس عبد الرحمن جمال. منين؟ من الجيزة. من الجيزة. أهلا بيك. المهندس يوسف ربيع. منين؟ من الجيزة. أهلا وسهلا. أهلا. مهندس ناجي الشربيني، الجيزة. أهلا وسهلا. وزي ما احنا موجودين هنا في موقع الكهرباء، هذا الموقع اللي بيمد زي ما قلت مشروع كبير معانا يا جماعه من الشباب العمال. فرح عليكم، اتفضل. اسحرك ياسين محمد. منين يا ياسين؟ من سوهاج. سوهاج. تعمل ايه؟ وظيفتك ايه؟ مبيض محاره. مبيض محاره. محمد محمود. ها. نجار. نجار. علاء السيد. ها. عامر. عامر. منين؟ من دار السلام. ها. اهلا وسهلا. محمد داد من سوهاج. مبيض محاره. ها. سعود السيد. ها. شغال مبيض محاره. اهلا وسهلا. محمد رمزي. مقام مسلح. احمد عبد الرحيم من بعض محار. ما شاء الله. محمد مجاهد تبع العماله. انتوا بتعملوا هنا ايه بقى؟ اشرحوا لي بقى، بتبنوا ايه هنا؟ الموقع المكان دوت التوسعات الشماليه اللي تابعه لاكتوبر. دي محطه اكتوبر، محطه كهرباء. فتعملت هنا محطه كهرباء عشان تغذي التوسعات الشماليه كامله بالكومبوندات بكل. ما شاء الله. كل واحد نفسه في ايه بقى يقول لي؟ بتقول يا رب على الفطار، نفسي في ايه؟ الحمد لله على كل حال. يعني ايه نفسك في ايه؟ الحمد لله. قول يا رب عاوز ايه؟ ايه؟ عايز ايه يا رب؟ عايزين الستر من رب. عايز قول يا رب عايز. عايزين الستر والصحة. والصحة. الحمد لله. الستر والصحة. بس ما شاء الله انتوا في رمضان وشغالين كويس يا باشمهندس، يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الناس شغالة على طول، ومن بعد الفجر مباشرة نبدأ الشغل عشان نخلص ربنا يوفقكم ان شاء الله. ده مشروع الكهرباء اللي بتمدوا بيه الكهرباء لشبكة مأمنة الإسكان. ده محطة محاولات تحويل. من جهد 220 ألف فولت، كيلو فولت، فولت ل 22 على 22 عشان تغذي المناطق اللي موجوده، وتبتدي شركات التوزيع تغذي للمستهلكين. ربنا يوفقك. طيب انا اسمحوا لي بقى كده، احنا في رمضان كده نسليكم شويه كده، هسالكم اسئله وليها مكافئات ماليه. ماشي. مين اللي جاب الاجوان في ماتش الاهلي والزمالك الاخير؟ مجدي قفشه وامام عاشور. مجدي قفشه وامام عاشور. ها. مجدي قفشه وامام عاشور. الاولاني وقفشه جاب الثاني. طيب يا دي هديه من البرنامج لحضرتك 5000 جنيه. كل سنه وحضرتك بألف خير. كل سنه وانت طيب يا فندم، ونورتونا يا فندم. طيب سؤال ثاني، مين مدرب منتخب مصر؟ حسام حسن. حسام حسن. حسام حسن. ها. اكيد حسام حسن. حسام حسن. طيب يا سيدي، وادي مبلغ 3000 جنيه هديه مننا ليه. السؤال الاخير، مين مدرب الاهلي؟ مستر كولر. مين مدرب الاهلي؟ مستر كولر. طيب يا سيدي، مبروك 2000 جنيه هديه من برنامج واحد من الناس. انا حبيت اقدم لكم العمال المحترمين اللي بيشتغلوا في عز نهار رمضان، البنا والعامل اللي معاهم، المهندسين المحترمين اللي جايين من كل محافظات مصر عشان يبنوا ويعمروا، يبنوا محطة كهرباء تنور اسكان الشباب اللي بيتعمل هنا. بشكركم جدا، انا عطلتكم. رمضان كريم عليكم ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. تمر باي شيء.